ليلى عبد اللطيف وأخطر توقعاتها المزلزلة، مفاجأة محزنة لهذه الدول في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، ودولة تعلن حالة الطوارئ، شاهد ما لم تسمعه من قبل من توقعات خطيرة لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف على قناة توقعات الأيام. مرحبا بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام، وحلقة خطيرة وتوقعات مزلزلة من توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. بفكرك سريعا اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو انت جديد معانا شرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. بتتوقع ليلى عبد اللطيف انها هتشهد مياه البحر وجود زوارق بين لبنان وسوريا والأردن بسبب حدث مؤسف. كمان هنشوف مشهد تشييع مهيب لإحدى الشخصيات المشهورة والبارزة، وهيتميز هذا التشييع بحضور جمهور وحشود كثيفة وغير مسبوقة، وده اللي هيخلينا نفتكر مشهد تشييع جنازة كوكب الشرق الراحلة السيدة أم كلثوم رحمها الله. كمان هتحصل كوارث ومآسي فيضانات هتضرب بعض الدول، وسوف تؤدي إلى تشريد آلاف العائلات من جراء السيولة الجارفة سواء في آسيا أو أفريقيا وصولا إلى أمريكا. كمان بعض دول قارة أوروبا سوف تشهد فيضانات وسيول بشكل لم يشهده العالم من قبل. من توقعاتها كمان بتتوقع أن العراق سيشهد خروج مظاهرات حاشدة ستهتف باسم الرئيس الراحل صدام حسين، وهي تحمل شعارات وعناوين صاخبة وجماهير غاضبة تصرخ بالصوت العالي فين أيامك يا صدام. أيضا سيتعرض أحد الطيارين لحادث جوي طارئ في سماء دولة عربية وسينجو منه بأعجوبة. كمان هتتجه الأنظار والإعلام على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وده بسبب حدث مؤسف. أيضا الأنظار والإعلام سيتجهوا إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا، وده بسبب ضجة إعلامية من خلال حدث مؤسف أيضا للأسف. كمان بتتوقع ليلى عبد اللطيف أن سوف تسجل كندا عدد كبير نوعا ما من حالات الاختناق من جراء حدوث شيء ما، وحالات الاختناق دي هتكون في بعض مناطق كندا مش في كل البلاد. لكن وكمان هتسجل هذه التطورات القادمة حدوث مفاجأة محزنة، وحيكون شعوب بعض الدول يتأهبون للمشاركة أمام هذه المفاجأة المحزنة، تحديدا ممكن يحصل ده في شهر 10 أو 11. كمان للأسف بتتوقع أن أحد قصور الرؤساء العرب سوف يتعرض لعمل أمني أو حادثة أمنية مفاجأة، وده اللي هيخلي هذه الدولة العربية في حالة غليان. كمان وباء الطاعون للأسف هيرجع يهدد العالم من جديد، واحتمال يكون بداية انتشاره من دولة آسيوية أو أفريقية، وممكن جدا تكون الصين. كمان بتتوقع أنها تشهد كندا مظاهرات مليونية وغير مسبوقة، وده هيكون لأول مرة في تاريخها خلال الفترة القادمة. وكمان هيتم رفع أجور ورواتب الأطباء والممرضات والأجانب في كندا، وهتكون كندا هي الدولة اللي بتدفع أعلى الأجور للأطباء والممرضات الأجانب في العالم، هي وأستراليا. كمان بتتوقع أن هنشوف في أستراليا هيتفاجئ العالم من إنشاء تحالف بيضم أمريكا وبريطانيا وأستراليا عشان يقف قدام التمدد الروسي والصيني حول العالم. أيضا سنرى أستراليا تعلن حالة الطوارئ عشان تواجه أحداث مؤسفة. كمان هتضطر تطلب المساعدة من عدة دول في العالم، وأيضا سوف تزداد أعداد الهجرة إلى أستراليا بشكل مذهل. هنشوف أعداد كتيرة من المهاجرين هتوصل لكندا وأستراليا خلال الفترات اللي جاية. أيضا هتحصل أزمة سياسية كبيرة في أستراليا سوف تؤدي إلى عدة استقالات لبعض الشخصيات السياسية في أستراليا. كمان ستؤدي لحدوث تغيير في الحكومة الأسترالية من جراء حدث ما. كمان هتعلن كندا إعلان حالة الطوارئ في كندا، وده بسبب حدث ما أيضا. من توقعاتها كمان أننا هنشوف انقطاع شبه كامل لكل أشكال الرفاهية اللي كان بيتمتع بيها الشعب الفرنسي قبل بداية حرب روسيا وأوكرانيا، وللأسف الأزمة دي ما عدتش على تاريخ فرنسا من قبل، وللأسف الأزمة دي هتكمل معانا فترة طويلة بعض الشيء، بس في النهاية هتعدي. من توقعاتها كمان أن خلال الشهور اللي جاية هتدخل أمريكا حالة من الركود الاقتصادي، وده هيؤدي لانخفاض التبادل التجاري بين أمريكا وعدة دول في العالم، وهيخلي بعض الدول أمام حالة لافتة من القلق أمام هذه الكارثة. وهتوصل تداعيات الأزمة الاقتصادية للمكسيك اللي هتعاني من انهيار العملة الوطنية في الأسواق،
وده هيكون السبب في حدوث مظاهرات غاضبة واحتجاجات في الشارعين الأمريكي والمكسيكي، كمان هيرافقها مشاهد من الفوضى والشغب. قالت كمان ليلى عبد اللطيف ان فرنسا قدام مرحلة قاسية من المعاناة والقلق، وده هيكون بسبب انقطاع حاد في الكهرباء والغاز بشكل ملحوظ، وللأسف هيكون في معظم المدن والمناطق الفرنسية خلال الفترة اللي جاية، وده هيخلي فرنسا تدخل في مرحلة التأمين القاسي للغاز والكهرباء، وخاصة مع دخول فصل الشتاء. أيضا سنسمع عن زيادة في عمليات السرقة في بريطانيا من جديد، هنشوف حالات كتيرة من الفوضى والبلبلة، وبسبب غضب الناس مع الاحتجاجات دي سوف يؤدي لأحداث مؤسفة للغاية في عدة مدن وشوارع بريطانية للأسف. وبسبب الحدث ده معظم المحلات التجارية في بريطانيا ستغلق أبوابها من أثاره. كمان قالت إن الحكومة البريطانية هتقوم بتحذير الناس والشركات من وجود خطر بيهدد العملات الرقمية من خلال النصب والاحتيال عن طريق بعض الشركات الوهمية. ومن توقعات ليلى عبد اللطيف كمان بتتوقع إن هيتجه العراق نحو الدخول لمرحلة قد لا تشبه أبدا المراحل السابقة للأسف، خاصة على الصعيدين السياسي والسيادي، والمرحلة القادمة سوف تحمل عناوين كثيرة للتغيير الشامل. كمان بتقول إن من اعتزال السيد مقتدى الصدر العمل السياسي لأحداث المنطقة الخضراء واشتباكات البصرة والاحتجاجات الشعبية. كمان بتقول إن العراق قد دخل إلى مرحلة تقرير المصير، وعشان كده المواجهات والاشتباكات هتتجدد للأسف في الشارع العراقي وفي أكتر من منطقة عراقية بين أنصار الصدر والأطراف الأخرى، وحتكون المرحلة دي هي الأخطر على العراق منذ رحيل الرئيس الراحل صدام حسين. قالت كمان إن الخطر الأكبر والحقيقي لعملية تقرير المصير في العراق هيكون على أكتر من شخصية عراقية بارزة. كمان السيد مقتدى الصدر مش هيكون هو الوحيد أمام هذه الأخطار، وسنسمع من السيد مقتدى الصدر من جديد إعلان تاريخي أو مصيري يحدد التطورات القادمة على العراق، كما سنشهد هروب بعض الشخصيات العراقية إلى خارج العراق، وحنرى ابتعاد بعض المسؤولين عن الواجهة السياسية وأيضا الساحة العراقية، ستأتي بأسماء جديدة مع بداية سقوط الأسماء القديمة. كمان بتقول إننا حنرى قرار أمريكي مفاجئ يخص العراق وسوريا ترافقه عملية جوية ضد الطائرات المسيرة، وحتقوم بضرب بعض المواقع في العراق. كمان للأسف هيحصل في العراق عاصفة جوية مع حدوث أمطار غزيرة وغير مسبوقة تضرب بعض المناطق العراقية وتهدد بفيضانات وسيول جارفة، والشوارع هتغرق بالمياه. كمان الأنظار والأعلام على مدينة النجف في العراق لحدث مؤسف. أيضا السيد مقتدى الصدر في الوجهة من جديد بيصحبه تعاطف كبير من شعب العراق. تابعينا الأعزاء، كده وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف. اتكلمنا عن توقعاتها لعدد من الدول العربية وأيضا توقعاتها العالمية. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. هنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم في حفظ الله.